صوت العرب من القاهرة. سر السعادة بسيط جدا، عيشها ببساطة تعيش أحسن من غير ما تتعب ولا تسأل. هتشوف معانا العيشة أجمل، عيشها ببساطة. ببساطة مع الدكتور وائل صفوت وسعدية حسين، وحلقة جديدة أنا بالنسبة لي من أحلى الحلقات، لأنها على حاجة بحبها. معانا ومعاكم دكتورة سلمى إبراهيم، مسؤول التوعية في التحالف المصري لمكافحة الأمراض غير المعدية. كلميني عن نفسك. أنا اسمي سلمى إبراهيم، أنا بشتغل مسؤول توعية في التحالف المصري لمكافحة الأمراض الغير معدية. ده أول حاجة. وأنا أخصائية تغذية علاجية. يعني بتأكلينا صح بقى وحاجات زي كده، ولا بتخسسينا، ولا بتعملي إيه بالظبط يعني؟ وبعتبر نفسي يعني مدرب صحة. يعني مدرب صحة كلمة كبيرة قوي دي، بتدربي الناس على صحتهم إزاي يعيشوها صح يعني. بالظبط. إحنا الحمد لله في التحالف المصري عملنا أنشطة كتير. الأنشطة دي كانت للأطفال وكانت للكبار، للبنات وللشباب، للمرضى والناس الأصحاء، كانت حتى لطلاب الطب وللأطباء. فكل حد من ده وكل فئة من دول احنا عملنا لهم نشاط توعوي معين خاص عشان نوعيهم بالأمراض الغير معدية، اللي هي ايه؟ أيوة. اللي هي اللي احنا بنسميها الأمراض المزمنة، وهي أمراض العصر زي أمراض القلب والسكر والسرطان وأمراض الرئة المزمنة. الأمراض دي ما كانتش موجودة زمان زي ما هي موجودة دلوقتي. انتشرت بسبب حالات كثيرة، منتشرة جدا بسبب الستايل الحياة اللي احنا بنعيشها، بسبب ان مثلا تدخين، الأكل اللي مش مظبوط والاكل اللي هو مش احسن حاجة، قلة الرياضة، لو في كحوليات، كل الحاجات دي ادت ان الامراض دي تبتدي تظهر وتنتشر وتكون من يعني اكبر سبب للوفاة في مصر وفي العالم كله تقريبا يعني. طبعا بس احنا عندنا في مصر هنا زيادة شوية. طبعا عشان اسلوب الحياة الغير صحي بتاعنا والتدخين من ضمنها وحاجات كتير. انا لاحظت وانت بتتكلمي كده هي حاجة غريبة شوية بس هتقودني لسؤال. بتقولي الاطباء والاصحاء، يعني حاجة كده يعني، بتتكلمي لغة عربية فصحى، ده منين بقى عرفت؟ وانا خريجه ازهر يا دكتور. يعني تبقى اصحاء يعني كده كلام بطريقه يعني، والقران يعني في حته كده احنا كلنا فعلا التجويد القران بيظبط شويه الى حد ما مخارج الحروف والتشكيل. بالظبط. انت اساسا منين يا سلمى؟ احنا اصلا انا من عيله اسمها عيله البشريه. العيله ديت موجوده في البحر الاحمر من اوله تقريبا لاخره، متمركزين يعني في كل المناطق دي، ملي في قنا وحلايب وشلاتين. يعني احلى بقعه في مصر ديت حلايب وشلاتين، هي الحته البكر الجميله. الدنيا عامله ازاي صحيا هناك؟ يعني عدد الناس، الامراض المنتشره. بص يا دكتور، هو يعني على ما عكس الناس تفتكر الدنيا هناك افضل من القاهره ومن المدن، لان الناس هناك بعيده شويه عن الجانك بقى والفاست فود وعن الاكل كله صحي وجميل. الى حد ما الاكل صحي بشكل افضل. مفيش المحلات بتاعت السندوتشات، مش هنسمي اسماء يعني، ما عندهمش فرع مش عارف ايه بالظبط. وعندهم ستايل الحياه لحد ما بيصحوا بدري بيناموا بدري. الى حد ما صحي، وان كانت ابتدت الحاجات دي توصل. طب الامراض اللي منتشره، سكر، قلب، ضغط، ايه الامراض تحسي او يعني مشاهداتي؟ هي طبعا ممكن ما يكونش فيه بحث. السكر وطبعا القلب وامراض الضغط والكلام ده كله يعني ابتدى يزيد بشكل كبير حتى بين الاطفال. يعني بنلاقي ان في اطفال بيعانوا من سمنه، في حين ان ده شيء يعني ما كانش موجود ابدا. بالظبط. ان مرض السمنه في الصغر دي ابتدينا نسمع عن الحاجات دي دلوقتي اكتر من الاول. عشان كده احنا في التحالف بتلاقينا ان احنا بنركز على حته الاطفال دي شويه، نبتدي نعمل لهم انشطه ونبتدي نعمل لهم حاجات توعويه كده على قد سنهم، بحيث ان هم يبتدوا ينتبهوا. ومن ضمن الحاجات اللي احنا كنا عاملينها دي كانت في مسابقه اسمها صحتنا مسؤوليتنا. حلو قوي. المسابقه دي كانت فعاليه من ضمن فعاليات كتيره احنا عملناها في الاسبوع العالمي لمكافحه الامراض الغير معديه. يعني حاجه دوليه بس انتوا بتعملوا فيها. بالظبط. الاسبوع ده العالم كله بيبتدي ينتبه ويلتفت للامراض الغير معديه، بهدف ان الدنيا يبقى فيه انتباه اكتر ويبقى فيه دعايه اكتر عشان نمنع ونقلل الامراض دي. فاحنا بدورنا كتحالف مصري وبدورنا كمجتمع مدني وبدورنا كشباب ساهمنا في الاسبوع ده بكذا حاجه. اول حاجه عملنا مسابقه اسمها
صحتنا مسؤوليتنا. المسابقة دي كانت للأطفال وللكبار. الأطفال اللي ابتدينا ان احنا نشجعهم ان هم يعبروا عن الحياة الصحية من وجهة نظرهم بالرسومات، بالأعمال اليدوية، بفيديو، بتصميمات، وفعلا شارك معنا أطفال كتير جدا، أكثر من 70 طفل شاركوا معنا. ما شاء الله. حسيت ان هم فاهمين الرسالة جدا جدا، احسن مما احنا كنا بنتوقع، لدرجة ان كان في أطفال عاملين فيديوهات تعبانين فيها ومصممينها. فيديوهات أطفال ده حقيقي. طب جميل والله. ورسومات وحسيت ان عندهم الى حد ما فكرة. الجزء الثاني من المسابقة كان للكبار. كان بيستهدف الناس اللي هي قدرت تغير ستايل حياتها لستايل حياة اكتر صحة. تمام. مثلا حد يكون كان بيدخن وقدر ان هو يبطل. حد يكون مثلا كان وزنه كبير قوي وقدر ان هو ينزل في الوزن. حد ابتدى يمارس رياضة، لو في مثلا جهة معينة او فريق رياضي بيدعم الكلام اللي احنا بنقوله ده الرياضة او بيطبقها بقى يعني. بالضبط. الرياضة او الحركة او الكلام ده كله كنا برضو بندعمه وبنكرمه في المسابقة بتاعتنا. من ضمن الفعاليات ديت غير المسابقة كان في برضو ايام رياضية كنا احنا بننسقها في الاسبوع ده. عملنا يوم رياضي مع فريق اسمه نوبيان رانر. ده كان عبارة عن ماراثون جاري. اشتركنا معهم في اليوم ده، عملنا ماراثون جاري للمحترفين وللمتوسطين والأطفال والكلام ده. والأطفال برضو عملنا لهم مسابقات وحاجات، وعملنا محاضرات توعية برضو للحضور والجمهور. حلو. كان يوم بصراحة حلو جدا. ما هو الميزة يمكن في التحالف أو الميزة في التوعية اللي تبقى فيه بنقدم رسالة وتطبيق، مش بس يا جماعة كلوا أكل ولعبوا رياضة، لا تعالى بقى شاركنا في الحتة الفلانية. احنا بنقول محاضرة بتبقى قصيرة جدا، ولكن الأكتر بيبقى الأنشطة بقى نفسها، الرياضة نفسها، الأكتيفيتي نفسه، النشاط نفسه. الناس لما ترتبط بالقصة دي بتحس فعلا بالمتعة، يعني أنا حاجة ما كنتش متخيلها، اللي ما كانش بيصحى بدري بقى بيصحى بدري عشان يحضر مش عارف ايه، فبيحس ايه ده في حاجة حلوة في بالظبط. الأيام دي فعلا بتبقى ممتعة قوي، لو حد جه حضر معانا بيبقى انترستد جدا انتوا هتعملوا تاني امتى عشان نيجي معاكم. ففعلا التطبيق العملي بيبقى احسن بكتير من الكلام. طبعا طبعا. من ضمن الحاجات اللي احنا عملناها برضو كنا عاملين على الفيسبوك حملة برضو عبارة عن بوستات يومية كانت بتنزل بتوعي الناس عن السمنة واخطارها، الفاست فود والكلام اللي احنا بنقوله ده. تمام. بشكل بوستات يومية كانت بتنزل. طبعا انتوا برضو كان ليكوا حملة تانية اسمها بدلها، وحملة تالتة اسمها بدلها في الخير. في حاجات كده متكاملة. كان لينا كذا حملة كانت بتستهدف الاقلاع عن التدخين بشكل خاص يعني. من ضمنها حملة اسمها رميها. الحملة دي تفاعل معانا ناس كتير جدا من الشباب ومن الكبار. والحمد لله بطل بسببها ناس كتير. كانت في حملة برضو اسمها بدلها في الخير. وكانت برضو عن التدخين برضو. ازاي ان الانسان يقدر يبطل السجاير ويبدل الفلوس اللي كان بيصرفها في السجاير دي في حاجة مفيدة. مفيدة اكتر. حلو قوي. فكرة لفتت حلوة. لفتت انتباه الناس لان فعلا في فلوس كتير قوي بتتصرف وبتضيع على التدخين. طبعا. هي واضح ان انتوا كمان مركزين على حتة الاطفال دي. يعني هي فكرة حلوة لان هما لسه خضر، يعني لسه ممكن نناقشهم وتظبيط حاجات كتيرة فيهم. يعني الأطفال بيبقى التأثير فيهم أسهل بكتير من الكبار. وبالعكس يعني من خلال شغلنا اكتشفنا ان لما بتوعي طفل صح هو نفسه بيروح ينقل الرسالة لوالده أو لوالدته اللي بتوصل لهم من ابنهم أحسن ما توصل لهم مننا احنا. فدي كانت حاجة بصراحة يعني الأطفال، أنا بحب شغل الأطفال جدا جدا. طبعا طبعا. حاجة وقتية يعني لما كنا بننزل في بعض النوادي كانوا الأطفال تاني مرة يجوا يقول لك يعني خلاص احنا كنا بنشتري مثلا اكل من فين، احنا ما بقيناش نشتري ده، احنا بقينا ناكل هيلثي. طبعا. لا وهو كمان بتاخدوا منهم معلومات هم يبعتوها لاصدقائهم. يعني احنا ممكن انا بتكلم كدكتور وانت بتتكلمي كحد متخصص في موضوع التغذية، بنقولها بطريقة أكاديمية شوية، إنما هم بيتكلموا على التفاحة وشكل التفاحة والمغرية أو باللغة اللي سنهم يعني. هم فعلا يعني لما بنحط فيديو على الصفحة لحد أكاديميك كده ويتكلم ما بيبقاش فيه تفاعل قد ما طفلة صغيرة تطلع تقول كلمتين أو وجهة نظرها، فعلا بتلفت الانتباه أكتر وبتأثر أكتر في الناس. الصفحة بتاعتنا اسمها التحالف المصري لمكافحة الأمراض الغير معدية. دي صفحة الرئيسية والرسمية للتحالف. في صفحات تانية هي برضو تابعة للتحالف زي اسمها ارميها بدلها. طيب جميل جدا. بالتأكيد ان احنا معاكم ان شاء الله، لان هدف برنامجنا ازاي نعيشها ببساطة، وعشان نعيشها ببساطة لازم نعيشها بصحة. وكان ليكوا سلوجان خلي صحتنا عادة عشان تعيشها بسعادة. احنا بنشكرك جدا يا سلمى. عيشها ببساطة.
عيشها ببساطة هي فكرة وحملة وبرنامج، بس الموضوع مش هيكمل إلا بيكو. ابعتولنا قصص أو أسئلة أو استفسارات أو تجارب شخصية، وإحنا الاستشاريين بتوعنا هيجاوبوا عليها، ويمكن نستضيفكم في برنامجنا علشان خاطر نسجل معاكم، أو نيجي نسجل معاكم ومعانا الاستشاريين بتوعنا. طبعا عايزين تتواصلوا يبقى من خلال 011-082-024 أو على صفحة ببساطة إجابتك عندنا. عيشها ببساطة ببساطة. مع الدكتور وائل صفوت وسعد حسين.